في التجاري بنك نخمو في البيئة متاعنا ونشجع على المحافظة عليها. هذاك علاش كل واحد فينا لازم يكون إيكو سيتويان، يعني واللي عنده عادات ودي غيفلكس ينجموا يكونوا صغار أما منفعتهم كبيرة للمحيط اللي نعيشوا فيه. الحاجات البسيطة اللي نجموا نعملوهم تبدأ من البيرو، وين نجموا نستحفظوا على الكهرباء كي نتذكروا باش نطفيوا الضوء قبل ما نروحوا، ولا بالاستحفاظ على الماء كي ما نحلوش السبالة على الاخر وما نخليوهاش تجري وقت اللي ما نستعملوهاش. النجم زادة نقسم التبذير كي نجيبوا بورسيون تاع ماكلة على قد شبعنا وما نتلزوش اللوح والباقي. كي نشربوا القهوة في كاس واحد ومش كل يوم في قبلي. كي نستعملوا الفونتين تاع الماء باش نقسم من استعمال البلاستيك. بالنسبة للكليماتيزاسيون ماذا بنا ما نحطوهاش في أقل من 26 درجة، وبالطبيعة نفس الكلام صالح كي نستعملوا الشوفاج والنجم نطبقوا هذا في ديارنا. باش نزيدوا نحافظوا على بيئتنا ماذا بنا نتجنبوا لي ديبلاسمون الزايدين ونتحركوا مع بعضنا في الكوفواتوراج ولا نستعملوا الفيزيو كونفيرونس كي نستحقوها. والنجم زادة نحدوا من استعمال البابيي، هذا كي نقصوا من الطبعان ولا كي نطبعوا ريكتو فيرسو. هذا الكل أكثر نجم نعملوه مع بعضنا، خاطر من واجبنا أن نحافظوا على البيئة اللي نعيشوا فيها ونحافظوا على مستقبل أولادنا. التجاري بنك فيكم واثقون.